غزالات، كديري؟ لاباس عليكم؟ هانين. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة، ولقاكم هاد الفيديو ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نهار جديد وفيديو جديد معكم. فيديو نهار اليوم ان شاء الله غيكون عبارة عن الروتين ديال نهار اليوم. مهم كيف ما كتشوفوا اخواتي، المهم بديت لكم البنات الروتين مع الصباح. ان شاء الله غنشارك معكم حتى واحد الغديوه كتجي رائعه رائعه البنات، واحد الفطيره اللي بسيطه البنات، وواحد العجين اللي سهل وبسيط ولكن رائع، ما كيحتاج لا دلك لا بيض لا اقتصادي. ان شاء الله تقدروا تفنوا فيها البنات. المهم اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الطريقه، واحد الفطيره اللي غير جربوها البنات كونوا اكيدين راها غتنجح معاكم. بالنسبة للبنات اللي دخلوا معايا جداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وكذلك الناس القداني ما نساهمش دائما، وكنشكركم على الدعم ديالكم على التعليقات ديالكم. والله البنات الصراحه كتعطيني واحد الطاقه ايجابيه وكتفرحني وكتونسني بكل شيء. شكرا لكم بزاف. ان شاء الله غنشارك معكم بالنسبه للعجينه البنات، غنحتاجوا واحد الكاس ونصف ديال الماء يكونوا دافين البنات، واحد ملعقه ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنا واحد الملعقه ديال السكر. صافي البنات غنخلطوهم ونخليهم حتى نفعل لينا ديك الخميره مع السكر والماء ونرجع معاكم. صافي البنات من بعد ما خليناها واحد تقريبا واحد 3 دقائق بين ما تفاعلت لينا الخميره، عندي هنايا ربع ديال الزيت والزبده البنات، شويه الزبده ذوبت فيها شويه الزيت كيف ما كتشوفوا، ربع ما بين الزيت والزبده. شويه المليحه البنات، صافي غندوزو دابا نجمعو العجين. عندي هنا كأس الأول البنات ديال الدقيق، نزيدو الكأس الثاني. صافي غنزيدو الكأس الثالث البنات، صافي غنبدا نجمع العجين باليد ديالي. زوينه العجينه ما كتحتاجي لا الدلكيه لا والو. صافي هنا عندي الكاس الرابع البنات، غنبدا ندير بشويه حتى تجمع ليا العجين. صافي دابا ما نبقاش نزيد دقيقه البنات، كيف ما شفتوا درت 3 الكيسان
والرابع شاط لي منه تقريبا شي ربع كاس. صافي من بعد ما جمعت البنات غنخليها تخمر وغندوز ان شاء الله نشارك معكم لاصوص اللي غندير ليها. البنات بالنسبه للصوص كيف ما كتشوفوا عندي واحد الفلفله هنا، اي فلفله عندكم يا خضراء يا حمراء اللي عندكم، كيف ما كتشوفوا واحد البصله صغيره غنديرهم في المقله البنات، وغنضيف عليهم شويه زيت الزيتون، غنشحرهم شويه زيت الزيتون ومليحه. البنات ما تنساوش تنشحر فيهم شويه الزيت. عندي هنايا لاصوص ديال مطيشه، نتوما البنات عندكم مطيشه تقدروا تقطعوها وتضيفوها هنايا. انا عندي متواجده هاد المطيشه ديال القرعه، تقدروا تستعملوها. وغتزيدوا واحد ملعقه ديال مطيشه ديال الحكه البنات، هي هذه انا كنستعمل هذه بالنسبه للبنات اللي في ايطاليا ولا في المغرب، راه مطيشه الحك موجوده. نديروا تقريبا واحد الملعقه كبيره البنات. رجعت معكم البنات من بعد ما خمرت ليا كيف ما كتشوفوا العجين، هانتوما صافي غندير هنا واحد شويه الفرز. عرفتوا هاد العجين كيجي رطب وزوين البنات. هانتوما البنات صافي من بعد ما بسطتها غناخد هنايا لاصوص وغندهنها. عرفت هاد لاصوص كيجي زوين الصراحة، هذا غير تقدروا ديروا به حتى سباغيتي كيجي الصراحة المذاق ديالو زوين. البنات من بعد ما بسطت العجين ودهنته بلاصوص اللي شاركت معكم، هذا اللي شاط لكم البنات تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه. هنا بالنسبه صافي هنايا البنات عندي واحد الفلفله اللي قطعتها قطع صغيره كيف ما كتشوفوا، وعندي هنايا الزيتون اسود عندي غير شويه ما بقاش عندي. المهم هنايا عندي الطون، بالنسبه للبنات الطون تقدروا الا ما عندكمش تقدروا ديروا الكفته او حتى صدر ديال الدجاج كيجي زوين. هنايا عندي الفرماج كيف ما كتشوفوا، بيستا شنو هي جنات بيستا. المهم هذا البنات راه جبن الموتزاريلا هذا. غتقادو هنا البنات تحيدو هاد العجين باش تقاد لكم مزيان صافي، وغديرو هكذا صافي، وغدو تجمعو فيها صافي. هنا البنات غدو تلويو فيها كيف ما شفتو. هانتوما البنات ماشي رولي، حاولوا تديروها كيف ما كتشوفوها كديروها بصباعكم باش تجي فتحه البنات صافي. غنجمعها ان شاء الله ونتلاقى معكم باش ندوز ندهنها بالبيض بصفر البيض البنات.
كيف ما كتشوفوا كندهن ليها هنا ضروري ما تدهنوها البنات بهذا لاصوص باش تجيكم اللون ديالها زوين. صافي ونرجع هاد القطعه اللي قطعت. صافي ساهل البنات، ما كتاخذش شي وقت كثير الصراحه. المهم هنايا البنات عندي واحد صفر بيضه كيف ما كتشوفوا دهنت اللاطه، الا كانت عندكم كارطه ديال الفرن احسن. صافي وغندن دهن هاد البنات من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا هانتوما كتجي رائعه رائعه. غنفتحها معكم من الداخل كتجي واعره واعره، كنتمنى تجربوها. هانتوما البنات كيفاش كتجي، غديت بناتي دوزت جنات مشات ناس في البيت. صابرين حتى هي مشات كتحفظ. اش نقول لكم انا هلا مشيت جيت كنتغداش، اش نقول لكم جات الصراحه رائعه رائعه البنات، جات واعره بداك الفرماج وبداك الارتي فن فن البنات. المذاق ديالها ماشي الاكثر ياكل بحال البيتزا ولكن زوينه البنات، زوينه ورطبه هانتوما. المهم قبل ما نسمع معكم الفيديو نجاوب الاخوات اللي اش نقول لكم هاد الايامات كيجوني شي تعاليق شي تعاليق. زهره في مشى راجلك، زهره واش راجلك مشى للشمال، زهره فين مشى. المهم هاد التعليق كيجيني مكرر. اش نقول لكم البنات، راجلي مشى خارج ايطاليا، ما قلت لكم خارج ايطاليا كون واكيد خارج ايطاليا. بزاف الاخوات اللي لا راه مشى للشمال. لا البنات واش غيبرك دائما بعيد عليك، واش غيبقى دائما بعيد عليك. هذا التعليق اللي هو كيجيني. واحد الاخت اللي ضحكاتني مسكينه باغت تسواسيني دازت عندي الانستغرام قالت لي زهره غير قولي لي غير قولي لي الحبيبه ديالي واش تخاصمتي مع راجلك، وغير قولي لي داكشي اللي في قلبك ربي يخليك. ولكن راه قلت لك داكشي اللي كاين، راجلي حيت واقف من الخدمه هاد الايامات، ولكن راه غير رجع البنات. وانا اش نقول اكره اكره ان الزوج ديالي بعد مني. وكونوا اكيدين اش بغيتي صابرين اش بغيت نقول لكم البنات، يعني رجالتكم شوفوا نقول لكم هذه البنات تقدر ننصحكم من قلبي. شوفوا لا كان غايب شي بعيد ويخدم، نديرو مثال ب 20000 يخدم غير ب 10000 كمثال ويكون حداك، حيت صعيب البنات خاصه اللي كانوا عندك الوليدات. واش نقول لكم خايبه خايبه ان راجل كيبعد عليك الصراحه. تقولوا المجرب لا تقولوا الطبيب يا تاعي. المهم البنات بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا واش فين مشى راجلك، البنات قلت لكم مشى خارج ايطاليا، ما نقدرش نقول لكم فين بالضبط، ولكن راه غيجي. راني كنقول ليه صرف قضي شغلك وجي في حالك، وخاصه دابا ان شاء الله غتبدا الخدمه هاد الايامات كتحرك الخدمه هنايا، يعني راه غير رجع. راني ما تخاصمتش مع راجلي ان شاء الله راه غير رجع. وما نقولش لكم راه شعور خيب، يعني شعور خيب والله. وخاصه جنات تصوروا جنات غادو قبيله غادا نوصل صابرين تقول لينا بابا جاي بابا جاي، عرفتوا راه كتحسي انا بدا كتبقى فيا مسكينه في الليل تقول بابا فينا هو. ثاني ملي بغيت بحال كنهزو شي حاجه ليا هذه حتى هي البابا، يعني نهزو لينا والبابا حتى هو.
يعني مطاكيه معاه بزاف، عزيز عليها بابا كتموت عليه. هادشي اللي كاين اخواتي، كيف قلت لكم البنات يعني راه ماشي غيبقى بعيد عليا، راه جي واش غنبقى هنايا؟ السؤال هو كيجيني زهر، واش باغا تمشي من هذيك البلا من ايطاليا؟ ايها البنات انا ان شاء الله ما باغاش نبقى هنا في ايطاليا، ولكن من حيث ما خرجتش ليا الجنسيه ما عندي فين نمشي. هادشي اللي كاين اخواتي، انا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله. وما تنساوش البنات جربوا هذه، جربوها جربوها، راها يعني بمقادير بسيطه درتها معاكم، ما كتكلفش بزاف، وناجحه 100%، مليون% ناجحه. يلا باي باي، قبل عليكم.